الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار. كلام الشيخ محي الدين كلام شيق جدا، ذاته ما عارفين نبدأ منه، ما خلنا حاجة، كلام طيب يعني. فلذلك نحن نوديكم كلام زي كده، لأنه ما خلنا كلام، كلام كله زي ما بقولوا في الصميم، والله نحن نكسر ظهره قدامه، لكن والله كلام أنا ما داير يقيف كله، ما داير يقيف كله. فكلامي في هذه الدقائق إن هذه الأمة يا جماعة أمة رسول الله، إلا ما رحم ربي خالفت رسول الله ابتداء من العقيدة، ابتداء من العقيدة إلى الأخلاق والمعاملات. ونحن بهمنا في هذا المكان العقيدة، لأن ربنا أرسل الأنبياء جميعا بالعقيدة. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، وكل الأنبياء أتعادوا بالتوحيد وبدوا بالتوحيد، وليقوا في معاصي، في زنا، في شرب خمر، ما قالوا خلوا الخمر ولا الزنا، بدوا بالعقيدة. فالواجب على الدعاة، الواجب على الدعاة السلفيين، عندما الواحد يبدأ لو دا تتكلم في الوضوء لابد تجيب العقيدة، تكلم في الزنا في أي حاجة، لكن بدون عقيدة فايدة شنو؟ لو قاعد جنبك صوفي وقلت له الزنا حرام، الصوفي ما عارف الزنا حرام. لو قلت له ما تاكل اموال الناس بالباطل، بقول لك اي كويس يا شيخنا. لو قلت له ما تدعو، يعني لو قلت له زي ما تدعو غير الله، بقول لك اي ما عنده مشكله. لكن عندما تقول له ما تدعو ابوك الشيخ البرعي والله صايم ديما، العود بيدور، وده اصل العود المدور زمان مع الانبياء. عشان كده رسول الله قال: ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وياتي النبي وليس معه أحد. تفهم من هذا الحديث إنه حتى الأنبياء الناس ما قبلوا منهم الكلام في التوحيد، وبيجي لله نبي براو كما في الحديث، يجي نبي لله براو ما معه لا ذل براو. هل ما كان عنده حكمة؟ هل ما كان عنده حكمة يا دعاة الحكمة؟ والحكمة نحن ما قلنا الحكمة ما في. الحكمة إنك توري الناس الموضوع ذاته، الحكمة إن تقول للناس أمتك في الله وخلوا الصوفية، دي الحكمة. خلوا الشيخ البرعي، دي ما الحكمة. ما قلنا لك شتمون، ما شتم دول، ما شتم دول. قل للناس هنا في البلد دي الصوفية بعدوا غير الله. ما قلنا لك قول للصوفية أولاد الكلب، ما يقول لهم كده. قل لهم يا صوفية انتوا دخلتوا شرك، أبو لهب ما دخلوا، أبو لهب ذاته ما دخلوا، دي فيها شتيمة. شرك زي ده أصله ما شفنا، كلام زي ده سمحت به شرك زي ده؟ في فنان بيقول لك كلام زي ده أصله ما معقول، بالله كمان شرك زي ده أصله ما معقول. شرك الدخل الصوفية بمساعدة الإخوان المسلمين والحزبيين، عندهم ضلع كبير في الكلام ده. حزبيين صار صنة غيره، ديل برضه لهم الضلع الكبير، الضلع الكبير. كيف تقول لي؟ يعني قال له نعبد غير الله؟ ما قالوا له كذا، لكن رفعوا على البدع فوق. لامين انت تمدح لك زول بيقول غير الله بيخلق كده، ما معناه انت ده اللي غريته، ده اللي غريته على الكلام ده، لانه ما قلت له. انت بتجي تكرمه وتهنيه وتوكله دلابيه وشعيريه، شعيريه ما تقول الموحدين يا اخي، قال طوف المشرك ده الموحدين، ما تقول يا موحدين شعيرية، ده وكيل الموحدين، شعيرية رز باللبن دي يستاهل دول الموحد.
دول الموحد، لكن دول بيقول يا ود بدر من الفقر، ده ما عنده، ده ما يستاهل شعيريه ولا يستاهل طعميه، ده ما يستاهل اي حاجه. فهؤلاء على انصار السنه كرموا باضافه الناس ديل، ساعدوا جماعه ديل ساعدون، والكلام ده ما مدسوس عبر الاجهزه بتلقاه كثير عند انصار السنه كثير. واليومين زي ما قالت سمعت اخونا عبد العزيز بيتكلم على بيمنعوا الدعوه دي انصار السنه. زمانه كان بيقوم لك صوفي، لكن حتى بيقوم لك بدقن عديد، يقول لك يا دول ما شتن، نحن عارفين. عارف شنو؟ انت ما عارف اي حاجه، انت ما عارف اي حاجه، انت عارف تصرخ للجداد وعارف تدخل الظريف جوا جيبك، ده اللي عارفه بس، ده اللي عارفه بس. اما دعوه التوحيد والله ما عارفه، ما عارفه نهائي. ما تقول لي ده دكتور وبروف، ده دلوك، دلوك. اذا كان محمد الامين اسماعيل ده نائب الرئيس رابط الشعار بتاع الصوفيه، ده دلوك ولا دكتور؟ ده دلوك يا اخ، ده لابس الشعار بتاع الشعار بتاع الصوفيه، لابس الشعار عادل، ده نائب الرئيس، نائب الرئيس في السودان كله جوا وبرا. تقول لي ها ده نائب الرئيس؟ طيب الجماعه التاكسين ديل ليه الناس ما تكلموا فيه؟ جناح زيد ها، الجناح الخاص، المركز العام، صفويه، ليه ما تكلموا؟ دي قاعد عند اهل العلم، الرادي كالفاعل. انت لو سكتت شفت محمد الامين ها، انت بتاع المركز العام بتاع وين؟ بتاع الصافيه، سكتت ما تكلمت فيه، انت ده اللي عملت الفعل ده. الرادي كالفاعل، كان طرت ولا نطط؟ ده الموضوع، ده الموضوع، لانه ذول ده ما شكر ما شكر ناس نادي المريخ، ولا شكر ناس مطلع الكاب، قال قال الكاب بتاعه عنده تمحلاله، شكر الصوفيه ولابس شعار الصوفيه، ده المبتدع ضلال، نشروا الشرك. كيف انت تسكت عليه؟ تسكت عليه كيف؟ عشان كده ده شنو؟ الرادي كالفاعل، وانت بتكون اخطر من ذاك، لانه انت عرفت الحق. وبإذن الفقه الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أنت بتكون ملعون، ملعون عديل. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه كتمت الشغلة، عارف إن الصوفية ديل ما الحق، دين الصوفية لا بيمثل الإسلام لا من غريب لا من بعيد. إذا كان دين الإسلام عنده بيقول لك إذا سألت فاسأل الله، دين الصوفية عنده الخالق، الخالق منو؟ خالق، الخالق الكباش، ده دين الصوفية. هذا الكلام في دين أبو لهب، يقول لك استغفر الله، أبو لهب ذاته لو قلت له الخالق الكباشي البدي جل الكباشي يقول لك لا 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 لا. في دين الصوفية المطر ما تكنا شوخ، في دين أبو لهب كلام زي ده ما في المسك، ما المطر ما تكار الله براه. في دين الصوفية الكون ده كله، الجن والإنس والسماوات والأرض ماسكينها أقطاب، في دين أبو لهب كلام زي ده ما في. معناه الصوفية جاب دين أبو لهب ذاته لو جاء أكان يطرش ذاته والله. عشان كده يا عبد الله ختاما، لأنه في مشايخ من بعدي، الصوفية هنا في البلد دي، الصوفية في البلد دي وجماعة الإخوان المسلمين، أنا أعلمهم لك كلهم ضبطوا جدوده، الصوفية جماعة الإخوان المسلمين أنصار سنة ملكلك ديل، لو فتحت الرئيسين الثلاثة جبت أنصار السنة وجبت الصوفي وجبت الأخ المسلم، فتحت له الرئيسين وكبيت له الدين كله من العقيدة للتوحيد، حيطرشوه، لأنه الدين جاب رسول الله تبينه كله، تبينه كله ابتداء بالعقيدة. ليه رسول الله، ليه أنصار السنة بيطرشوه؟ الرؤوس الكبار، الرؤوس الكبار بيطرشوه ليه؟ ده حتى ما استحضر، ده استحضر لانه لو في شغل زي ده من صار السنه يكورك زي ده، وده بكورك بيجاي. فالحلقات دي هي دول بيدور فيها، والله الحلقات دي بفضل الله، الحلقات دي بفضل الله سبحانه وتعالى كشف لكل اهل الباطل، لكل اهل الباطل. صوفي بكورك، صار سنه بكورك، شيعي بكورك، كل دول عنده قميص قدره بس، شك بيلبس جك. ما سمعت في مصر بيقول لك قميص عامر قطعوه في مصر لقوا قدره، كمان دي في قمصان بس طق. والله وطلاي وختاما انا اطلته، والله ذات مره عشان تعرف انه الدين ده
اي دول صاحب باطل ما بيستحمل الكلام فيهم. والله مره الصوفيه، انا بتكلم في حته صوفيه بتاع بتاع البرع كورك بتاع المكاش في كورك، دين ما كلهم صوفيه، كوم كلهم كورك. بعد شويه اتكلمت في الشعب الترابي، كورك بتاع الترابي. بعد شويه جبت بتاع المركز العام، ده كورك كمان برضه مع العثمان. ناس الجناح حبزت الطبيعي، انا ما كورك منه الا انا، ما كورك كلهم كورك الا ما رحم ربي. فنزل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا.